اكبر ولا دونجل تحت طريق يا خوتي. السلام عليكم، اهلا وسهلا متابعين الاعزاء. وزي ما شفنا كده بالفيديو مع بعض لحظة اندلاع الحريق في ولاد ونجل، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نشب امسية الاثنين حريق هائل. اليوم الاثنين حريق بمنطقة اولاد ونجل بدائرة بحمامة بولاية خنشلة. وحسب مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت النيران بشكل كبير في المنطقة، وتدخلت عناصر الحماية المدنية وبعض المواطنين المتطوعين لإطفاء الحرائق. سلم يا رب سلم، نسأل الله السلامة. المواطنين بأولاد ونجل يستغيثون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا رب نيران تنطفي من عندك، نسأل الله السلامة. أعزائي المتابعين، كان هذا نهاية خبرنا لليوم. ربنا يحميكم ويسترها معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.